الأدلة الضرورية لضبط المجرمين وتقديمهم أمام العدالة. ولهذا السبب تعد الشرطة القضائية جزءا هاما من نظام العدالة الجنائية، كما أن مهام ضباط الشرطة القضائية تتميز بالحساسية وتتطلب المهارة والخبرة العميقة في مجال محاربة مكافحة الجرائم. إذن أين تكمن مختلف الأدوار التي تقوم بها الضابطة القضائية في مكافحة الجريمة، وما مدى مساهمتها في ترشيد اعتقال احتياطي؟ وهذا ما سوف أحاول الإجابة عنه في المحاور التالية. أولاً، المحور الأول، آليات مكافحة الجريمة التي تتوفر عليها مؤسسة الدرك الملكي. المحور الثاني، دور الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. المحور الثالث، مساهمة الشرطة القضائية في ترشيد الاعتقال الاحتياطي. أولاً، آليات مكافحة الجريمة التي تتوفر عليها مؤسسة الدرك الملكي. في هذا الإطار، فإن عمل الدرك الملكي في مجال محاربة الجريمة يرتكز على مجموعة من الآليات كالتالي: أولاً، تدبير أعمال التحرية الجنائية وإنجاز الأبحاث القضائية وفق النصوص القانونية وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة. وهنا لابد من الإشارة إلى دور ضباط الشرطة القضائية في البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها وفق المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، وإنجاز الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة إما بعد تلقي الشكايات أو الوشايات من قبل المواطنين، وإما بصفة تلقائية أثناء البحث العادي بناء على تعليمات النيابة العامة كما هو منصوص عليه في المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية. كما تعمل الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي على تسخير إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية للقيام بمهام الشرطة القضائية والمساهمة جنبا إلى جنب مع مختلف الأجهزة المعنية من أجل إحقاق الحقوق وصون كرامة المواطنين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، بدءا من مرحلة تحرير المحاضر ومرورا بتقديم المخالفين أمام النيابة العامة وما يتبعها من إجراءات وانتهاء عند تنفيذ عقوبة. إن ضمان حق الولوج إلى العدالة لا يمكن أن يتحقق بدون تجويد الأبحاث في مرحلة البحث الأولي. ولهذه الغاية عملت مؤسسة الدرك المالكي في إطار التوصيات المنبثقة عن اللقاء التواصلي مع رئاسة النيابة العامة على تفعيل مجموعة من الممارسات الفضلى لضمان جودة الأبحاث. نذكر منها توزيع الأبحاث بين المراكز القضائية والترابية، حيث يتم تكليف المراكز القضائية بالبحث في القضايا التي تكتسي خطورة كبيرة أو معقدة كجرائم القتل، السرقة الموصوفة، الاختطاف، الاغتصاب، احترام العمر الافتراضي بالنسبة للشكايات والمحاضر، تضمين الأرقام الهاتفية لأطراف الشكايات بهدف اعتمادها في استدعائهم تيسيرا للبحث، احترام الإجراءات المعمول بها في عمليات الاستنشاق، استعانة بمترجم أو أي شخص يحسن التخاطب مع الشخص المستمع إليه، مع وجوب الالتزام بالتوقيع في المحضر المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية، إلى العناية اللازمة للأبحاث المرتبطة بالجرائم ذات الصلة بالمجال البيئي، خاصة ما يتعلق منها بالعمران، التلوث، المقالع، المياه والغابات، الصنع والتجار في الأكياس البلاستيكية، تدبير برقيات البحث وكذا برقيات إلغاء البحث تحت إشراف النيابة العامة. ثانياً، تطوير التدابير المتعلقة بالجانب العلمي والتقني. إن مؤسسة الدرك الملكي قد عملت على تطوير معداتها اللوجستيكية سعياً وراء مواكبة التطور الحاصل على مستوى الجريمة، حيث يتوفر جهاز الدرك الملكي على معاهد علمية جد متطورة، وهي معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي بالرباط، معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط، وحدة المعالجة والتحليل القضائي بالرباط، معهد تحليل الفيديو والصوت للدرك الملكي بالرباط. هذه المختبرات حققت العديد من المنجزات العلمية أثبتت نجاعتها على الصعيدين الوطني والدولي، وأصبحت تتمتع بصفة خبير قضائي بموجب مقتضيات قانون 45.00 المتعلق بالخبرة القضائية. ثالثاً، تأهيل الكفاءات وترشيد الموارد البشرية. لقد حرصت القيادة العليا للدرك الملكي على تنظيم دورة تكوينية في مجال الشرطة القضائية بفائدة ضباط الشرطة القضائية العاملين بمختلف المراكز الترابية والقضائية بمن فيهم العنصر النسوي، سعياً وراء مواكبتهم للمستجدات الخاصة بالقانون الجنائي وكذا قانون المسطرة الجنائية، وحرصاً على التطبيق السليم لتوصيات رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن. وفي إطار اتفاقيات مشتركة بين المغرب وباقي البلدان الأجنبية،
قد عملت القيادة العليا للدرك الملكي على تبادل خبرات لفائدة عناصرها في ميدان الشرطة القضائية مع نظرائهم في بلدان أخرى كإسبانيا وفرنسا وغيرها من البلدان الأجنبية. المحور الثاني، دور الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. تلعب دور الشرطة القضائية دورا حاسما في توفير الأمن والسلام للمجتمع، حيث يقوم ضباط الشرطة القضائية بمهام البحث والتحري لجمع الأدلة، التثبت من وقوع الجريمة، إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة. ولهذا السبب تعد الشرطة القضائية جزءا هاما من نظام العدالة الجنائية، وتتطلب مهام ضباط الشرطة القضائية المهام والخبرة العميقة في مجال مكافحة الجرائم. ولبلوغ هذا الهدف يتوجب القيام بالإجراءات التالية: أولا، التعامل مع مسرح الجريمة بكل حرفية ومهنية. ثانيا، نجاح الشرطة القضائية في حل ملابسات الجريمة، حيث تلعب الشرطة القضائية دورا حيويا في حل ملابسات الجريمة. فضباط الشرطة القضائية يمتلكون الخبرة والمهارات اللازمة لتحديد الأدلة وجمعها بطريقة دقيقة وفعالة، حيث تقوم مختلف الوحدات بالعمل سريع ومنسق لتجميع الأدلة وتحليلها بعناية لتحديد هوية الجاني والتعرف على ملابسات وقوع الجريمة. وفي إطار المجهودات المبذولة في مكافحة الجريمة من طرف مختلف المراكز الترابية والقضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، فقد تم تسجيل 23988 قضية خلال سنة 2023 على الشكل التالي: حيازة استهلاك والتجارة المخدرات 239 قضية، هجرة سرية 36 قضية، نقل والتجارة في السلع المهربة 14 قضية، ضرب الجرح 2844 قضية، تكوين عصابة إجرامية 8 قضايا، القتل العمدي والخطأ 7 قضايا، السرقة 957 قضية، تهديد 805 قضايا، العنف ضد الأصول 231 قضية، إصدار شيكات بدون رصيد 728 قضية، زوير محررات رسمية 26 قضية، إهمال أسرة 610 قضايا، اغتصاب 30 قضية، البغاء والوساطة 37 قضية، هتك العرض 179 قضية، قضايا مختلفة 17237 قضية. وفي إطار مجهودات المبذولة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات ضحايا العنف، وتماشيا مع مقتضيات القانون 113، فقد تم إنشاء خلايا على صعيد كافة مراكز الترابية والقضائية التابعة للقيادة الجهوية بالقنيطرة، مكونة من رئيس القضية والقضية الخلية، ضابط الشرطة القضائية مكلف بالأحداث، إضافة إلى دركية. وتكمن مهمتها في استقبال الضحايا، استماع، المرافقة، إنجاز أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ولتمكين هذه الخلايا من القيام بمهمتها على أحسن وجه، تم إعداد أماكن خاصة بالاستقبال والاستماع للضحايا، وكذا توفير مولوجية لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع المراكز. وفي هذا الصدد فقد تم تسجيل 1298 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات خلال سنة 2023. العنف المتوزع على الشكل التالي: العنف الجنسي 212 قضية، العنف الجسدي 666 قضية، العنف النفسي 275 قضية، العنف الاقتصادي 144 قضية، العنف الرقمي قضية واحدة. المحور الثالث، دور الشرطة القضائية في ترشيد اعتقال احتياطي. يلعب دور الدرك الملكي دورا هاما في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، وتؤدي جميع العناصر التابعة له خدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية للأفراد. ولبلوغ هذا الهدف يتوجب الالتزام بما يلي: مراعاة الحقوق الممنوحة للمشتبه فيه، وبالأخص التطبيق السليم لمقتضيات المادة 66 من قانون الجنائية، والقاضية بتلاوة حقوق الشخص الموقوف، وكذا تلاوة دواعي اعتقاله بلغة يفهمها، حقه في الاتصال بالمحامي، حقه بالاتصال بأفراد عائلته. الوضع تحت الحراسة النظرية مع ما يترتب عنه من حفظ كرامة الشخص المحروس بما في ذلك ضمان تغذيته والحرص على سلامته الجسدية والنفسية، تجويف تدبير الأبحاث القضائية بما في ذلك تدبير الشكايات والمحاضر داخل الأجال المحددة، مراقبة أماكن الحراسة النظرية. وفي هذا الصدد تم حد كافة ضباط الشرطة القضائية على الالتزام بتطبيق النص التنظيمي
متعلق بقواعد نظام التغذية وكيفية تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والمسك السليم بسجل تغذية الأشخاص المحروسين نظرياً وكذا الأحداث المحتفظ بهم، إلى الأهمية للفئات الهشة كم النساء ضحايا العنف والقاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة. وضع الأشخاص المحروسين نظرياً بأماكن تحترم إنسانيتهم حيث يستفيدون من أفرشة وأغطية ملائمة وكذا من التهوية، كما أن أماكن الحراسة مجهزة بكاميرات للمراقبة تفادياً لحدوث أي حادث عرضي كإيذاء النفس أو الانتحار. وفي إطار القضايا المسجلة على مستوى المراكز التابعة للقيادة الجهوية بالقناطرة، فقد تم وضع 3195 شخص تحت تدابير الحراسة النظرية خلال سنة 2023 موزعين على الشكل التالي: عدد الذكور 2995، عدد الإناث 125 شخص. بالنسبة للأحداث، عدد الذكور المحتفظ بهم 67 شخص، عدد الإناث المحتفظ بهن 8 نساء. وفي الختام، فإن مؤسسة الدرك الملكي بكافة مكوناتها تنخرط بشكل كامل مع المؤسسة القضائية ومع رئاسة النيابة العامة في تكثيف جهود الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها والمساهمة في ترشيد اعتقال احتياطي، كما أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة وكذا عناصر الشرطة القضائية العاملين بمختلف المراكز التابعة لها لا تدخر جهدا لتسخير الموارد البشرية التقنية واللوجستيكية لبلوغ هذا الهدف، عملا بالنجاعة في الأبحاث القضائية وحرصاً على إرساء اتحاد الأجهزة العدالة الجنائية. وشكرا. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.